Point charge Q1 equals minus 6 microcoulomb is on the x-axis at x equals minus 0.2 meter. Point charge Q2 مدانيش قيمتها is on the x-axis at x equals plus ناحية الثانية 0.4 meter. Point charge Q3 equals plus 3 microcoulomb is at the origin. What is the Q2 magnitude and sign يعني plus or minus? If the net force in Q3 is مرة 6 نيوتن in the positive x-axis ومرة 6 برضو نيوتن بس المرة دي in the negative x-direction. نرسم كده. احنا عندنا شحنة عند الماينس 0.2 متر قيمتها ماينس 6 مايكروكولوم يعني 10^6، وهنا في Q3 مش عارفين لا عارفينها اللي هي بلس 3 مايكروكولوم، وهنا في Q2 مش عارفين لا قيمتها ولا اشارتها. المسافة من هنا لهنا 0.4 متر 0.2 متر. يقول كم قيمة وإشارة الـ Q2 بحيث الريزلتنت مرة بستة مرة ماينس ستة. الأول أكتب القانون، عندنا بين السالب والموجب كده هسمي دي F1 نتيجة الـ Q1، وهسمي دي Q2 F2 آسف نتيجة الـ Q2، وهعتبرها إن هي ودي بلس هعتبر ده ماينس ده فرض اسيوم. فلما يكون ماينس يبقى في اتراكشن جهة اليمين. هفترض كده اذا طلعت ال Q2 لو طلع القيمة احنا دلوقتي هنجيب قيمة الشحنة Q2 لو طلعت موجبة قيمة موجبة هنفترضها ان هي سالبة، فلو طلع معايا كل حاجة اوكي Q2 طلع رقم موجب احنا نفس الفرض بتاعنا صح، لو طلع اشارة سالبة بنعكس الاشارة نقول ان هي بالسالب. طيب بالنسبة لل F2 هي رايحة يمين فهتبقى K في Q2 Q3 على 0.4 تربيع ماينس K Q1 Q3 على 0.2 تربيع، واحنا عارفين 9 في 10 أس 9 والQ1 طبعا عايزين بس الماجنتيود اللي هو 6 في 10 سالب 6، الQ3 معروفة ب 3 في 10 سالب 6، وهنا نفس الشيء 9 في 10 أس 9. الحتة دي كلها معلومة. الQ2 مجهولة، Q3 اللي هي 3 في 10 سالب 6. في البارت A المفروض يطلع لنا الحتة دي بستة، الR بستة يعني رقم موجب، إذن الQ2 المفروض تطلع قيمة R بتساوي ماينس 6، إذن الQ2 تطلع قيمة، وبلس أور ماينس هنقول دلوقتي هي بلس أور ماينس، وهنا كولوم في الغالب تطلع بعشرة بس سالب ستة. تعالوا نحسب. هقول ستة ألفا يساوي 9 × 10 ضرب بسط ومقام، فوق في مجهول، قول 3 × 10 − 6 ضرب إكس، وتحت 0.4 تربيع ماينس 9 × 10 ضرب بسط ومقام، 6 × 3 = 18 × 10 = 12، وتحت 0.2 تربيع قول شيفت سولف يساوي. فطلعت موجبة المرة دي 59 حوالي 60 × 10 − 6، يبقى 60 × 10 − 6، وطالما طلعت موجبة يعني طلعت موجبة، إذن الكيو 2 حسب فرضنا كان إيه سالب
مرة تاني، هو الشحنة طلعت موجبة زي ما انا يعني القيمة طلعت موجبة بالآلة، معناه ان كان فرض صح. طيب لو حطيت ماينس 6 هنا قلت شيفت سولف يساوي، طلعت سالبة، انا كنت فارض سالب، لا عكس اللي انا فرضته، يبقى هنا موجب والقيمة 11.5 او 11.6 ما يعني. في الحالة الاولى الشحنة سالبة فعملت اتراكشن لكيو 3، كيو 2 عملت اتراكشن لكيو 3 جهة اليمين، وهنا كان في برضه اتراكشن جهة اليسار بس ده تغلب، ان قيمة الشحنة 60 هنا كان 6 فتغلبت وراحت يمين. ليه تغلبت وراحت يمين؟ لان الشحنة دي سالبة فجذبت ليها كيو 3. في المرة الثانية القوة جهة اليسار فدي بتشدها يسار ودي بتطردها لان بلس فطردتها يمين فبقيمة 11.6. يبقى ادي الماجنتيود وادي الساين، ماجنتيود وساين.